نور ميدلت 2 مشروع مغربي لبناء محطة طاقة شمسية تعمل بتكنولوجيا كهروضوئية ذات قدرة إنتاجية تبلغ 400 ميجا وات وطاقة تخزينية تدوم ساعتين. مصادر الطاقة المتجددة تمثل في المغرب حسب أرقام رسمية 18% من إجمالي إنتاج الكهرباء عام 2022، وبحلول مارس 2023 مثلت الطاقة المتجددة 40% من القدرة الفعلية في البلاد، ويخطط المغرب لزيادة هذه النسبة إلى 52% بحلول عام 2030. إنجاز عالمي سبق المغرب إلى تحقيقه عام 2016 بتدشين محطة ورزازات، أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، إذ يفوق عدد ألواحها 2 مليون لوحة ممتدة على مساحة تزيد عن 30 كيلومتر مربع، وتوفر الكهرباء ل2 مليون شخص في جميع أنحاء المغرب. محطات نور 1 و2 و3 تتميز بقدرة عالية للتخزين الحراري تمتد ما بين 3 و7 ساعات، ما أسهم في تحفيز الانتقال نحو اقتصاد أخضر والتحول إلى مصدر عالمي للطاقة وإحداث نقلة نوعية في خضم التحولات العالية للطاقات المتجددة. تقلبات جيوسياسية فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات في إمدادات النفط والغاز وارتفاع في الأسعار، ما أسهم بدوره في زيادة الاهتمام بمصادر الطاقات البديلة وفي مقدمتها الشمس والرياح. وتوقعات بأن تكسب الطاقة المتجددة العالمية 2400 جيجا وات بين عامي 2022 و2027.